ترافيك ترافيك مع نور الدلو. في السابق كانت أسعار التأمين الإجبارية ثابتة لدى جميع الشركات، لكن في الوقت الراهن باتت متغيرة وفيها نوع من المنافسة، وعليك الحصول على عروض مختلفة من الشركات بغية توفير المال، وذلك اعتبارا من تموز 2008، بحيث تعطي كل شركة أسعارها الخاصة مقيمة سجلاتك في حوادث المرور وكذلك خصائص السيارة. وهنا يمكنك الحصول على خدمة تناسب ميزانيتك وسيارتك. لهذا السبب من المهم الحصول على عروض من شركات مختلفة وتقييم البدائل واختيار شركة التأمين التي ستوفر أفضل خدمة قبل حصولك على تأمين المرور الإلزامي، أو تجول في الموقع الإلكتروني sigortam.net لرؤية البدائل المختلفة في بضع دقائق والحصول على أفضل عروض تأمين المرور الإلزامي. ترافيك ترافيك مع نور الدلو.